ما في لحظة سطلة وسكر كتب الحقيقة: مسطول سكران يا مسطول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء، في يوم جديد واليوم ماشي قصة ولكن موضوع عرض. بما أنني مسلم كان غير على ديني وعلى نبي صلى الله عليه الحبيب وسلم، يعني ما نرضاش الإساءة ليه، واليوم جيت باش نرد على واحد الأجلف اللي هذه 20 سنة هو يسب ويشتم في الدين الإسلامي وفي رسول الله صلى الله عليه الحبيب وسلم. المهم هذا الرد ماشي للمسيحيين جميعا، يعني المسيحيين اللي كيحترموا عقيدتهم كيحترموا دين واحد آخر، ولكن أنا جيت باش نرد على هاد الحتالة اللي هو مصري قبطي أرثوذكسي وما عايش في مصر، عايش في أمريكا. ما في لحظة سطلة وسكر كتب الحقيقة: مسطول سكران يا مسطول. هاد الفيديو كيما شفنا يعني قال لك يعني شتي يعني ما قدرش ننزل هذوك الفيديوهات، يعني إساءة للرسول الحبيب صلى الله عليه الحبيب وسلم، ما نقدرش باش ننزل داك الفيديوهات ديال الإساءة، ولكن هذا غير مقتطف من أحد الفيديوهات ديالو. هذه كيتكلم على قال لك يعني على صورة الجن، يعني صورة الجن النبي صلى الله عليه الحبيب وسلم في جلسة خمر يعني اخترع هاد الصورة. وأجي نشوفو الرب ديال هاد زكريا بطرس اللي كيتكلم عليه، شوفو كيتكلم على الرب ديالو. حاشا واش كان يعني ربنا الواحد الذي لا إله إلا هو، ولا يعني أنا كان يعني الرب اللي تعبد هو تعبد يسوع جيسس. أما اللي المسيح اللي في اعتقاده بأن عيسى عليه السلام نبي الله، فهذاك مرحبا وألف مرحبا. نشوفوا شنو قال يعني هاد القصة. ظهروا معاك يقولوا لا مش حكيمك حكم البريه، يعني يعقوب سن يقولوا لا رب شوف لك شرطه غاليه حكايه ابن ديت مش حكيمك تبقى ليه حكيمك. هذه القصه تيقول لك يعني سيدنا يعقوب الدابز مع الرب ديالو اللي تيعتقد هو، الدابز معاه الى حتى الفجر غير باش يباركو، تيقول له جات الحماقه زعما ها باركني ولا مش حاسيبك؟ ما تباركنيش انا معطى فيك، مش حاسيبك. يقول له يا يعقوب ما تجيش كده، يقول له شوف انا راجل اهبل ورقصتنا على قد عقلي. شوفوا الحماق، ربي كي قال لك تتكلم ولا الرب ديالو قال لك يتكلم مع يعقوب، تيقول له يا يعقوب الامور ما تجيش كده، كيفاش ما تجيش كده؟ تيقول له باركني ولا مش حاسيبك؟ انا رجل مهبول. خدني على قد عقلي، واش هذا الحماق ولا ماشي الحماق؟ قال له غادي نضربك، قال له اضرب كسر موت، صارع مع الله وغلب. هذا الرب ديال زكريا بطرس، وهذا فيديو ديال زكريا بطرس قديم شهد تفاهات. نزيدو فيديو اخر لهاد الحتالة اللي كيتكلم على قال لك الله يعني موجود في كل مكان، بحيث موجود حتى في الفيسي. هذا الرب ديالو حاشا ولا يكون الرب الذي لا اله الا هو الحي القيوم، لا هذا الرب ديال زكريا يعني جيسس ويسوع وزيد من هذا القبيل. يوجد مكان يخلو من وجود الله؟ في مكان في الدنيا يخلو من وجود ربنا؟ الله موجود في كل مكان، والا لو الحمامات ما فيهاش ربنا اصبح ربنا ايه؟ محدود. الله وجوده في اي مكان يقدسه. قال لك يعني ربي موجود حتى في الحمامات، يعني تعني بها الفيسيات الكابينات بيت الماء حاشاكم، يعني قال لك الله كان ما موجودش يعني حتى في الحمامات، يعني ما غادي يكون عدم وجوده، ولكن موجود في الحمامات
يعني باش تقدس عشان الخزعبلات ما ولا يتأثر به سلبا. طيب واحد دخل الحمام، ربنا موجود في الحمام ولا مش موجود؟ لما المية موجود وموجود في الحمام بيعمل ايه في الحمام؟ بيقدس بقى مكان مقدس، صح؟ اديلك التشبيه كده، قال لك يعني ربي موجود، ربه موجود في الفيسي، يعني اش كيدير يعني داك الساعه الفيسي حتى هي مكان مقدس. ربنا في قلوبنا ولا مش في قلوبنا؟ وفي اجسادنا ولا مش في اجسادنا؟ يقول انتم لان جسدكم هو هيكل ايه؟ الله. اما تعلمون انكم هيكل الله، جسدكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، مش كده؟ طيب ايه رايك في النصران الغليظ في الانسان؟ مش فضلات ولا ما فيش فضلات؟ مش في الماده اللي بتروح الكابينيه؟ يعني بصراحة كده الواحد ماشي وشايل كابينيه في بطن يعني كابينيه في بطن. شوفوا الخزعبيلات سبحان الله، يعني قال لك مشى حتى المصرى الغليظ اللي كتجمع فيه الفضلات ديال الاكل اللي تياكل الانسان، يعني قال لك ربه موجود تما كاينه، موجود حتى في الفضلات، يعني كل واحد هز كابينه معاه في كرشه. صح. طب ربنا موجود في وسط الهلومه دي كلها؟ فايته؟ والا بقى يبقى نصنا ما فيش ربنا بقى، الحته القذره ديت ما فيهاش ربنا، ده مش اسمه كلام، الناس دي مخها دليل. استغفر الله العلي العظيم، شاد الخزعبيلات عند هاد الناس، شاد الخزعبيلات انتم شفتوا، يعني قال لك الرب موجود حتى في مكان قادر. وغادي نشوفوا هذا الإساءة اللي اتهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في ساعة لحظة سطلة وسكر كتب الحقيقة، مسطول سكران يا مسطول. هاد الحتالة اللي اتهم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بالسكر ويعني بالسطل والسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ذاق الخمر في حياته. أجي نشوفوا أشكون هو المسطول والسكران عند هاد زكريا بطرس. أجي وتشوفوا الرب دياله اللي كيقول هو، قال لك العرس في قانا الجليل والمعجزة الأولى، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك، يعني السيدة مريم حتى هي كانت تمكينة. هذا يسوع ديالهم ماشي عيسى ديالنا، حاشا ولا يتمكن، يعني لا تكلمت على الإله ولا على يسوع، راه ما كنقصدش عيسى ولا ربنا، لا تنقصد الرب ديالهم هو الرب ديال زكريا بطرس. نكملوا. ودعي أيضا يسوع وتلامذه إلى العرس، ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. قال له يسوع مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. يعني كيف قلنا مين يسوع قاسات ماك في ذاك العرس، تسال لهم سيدي الشراب اش غدير، ايوا تهضر مع ولدها يسوع باش يدير لهم معجزه يخرج لهم الشراب. نكمل القصه. وكانت سته اجران من حجاره موضوعه هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين او ثلاثه. قال لهم يسوع املئوا الاجران ماء، فملؤوها الى فوق. ثم قال لهم استقوا الان وقدموا الى رئيس المتكئ. فقدموا، فلما ضاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا، المتحول خمرا، يعني هذه المعجزة ديال يسوع حول الماء إلى خمر. ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكئ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعل يسوع في قانا الجليل. فهمتوا؟ شفتوا؟ مازال نشوفوا، زيد شوف. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون ها هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة والحكمة تبررت من جميع بنيها. لا تكن
فيما بعد الشراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. يعني بحال كيف كنشوفوا في الأفلام الغرب ولا هذا، ديما كتلقى المكلة وشريبة رويجة محطوطة مع المكلة، راه هادشي علاش نهضروا. يعني هاد الناس تيقول لك الرب ديالهم يعني كان سكيري. زيد نشوف. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، يعني الكرم هو يعني العنب، وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. يعني سيدنا نوح كان تيصاوب الكرم وكيصاوب من الشراب وتيسكر الى حتى تيحيد حوايجه. هذا هو اللي تيقول الكتاب كل كتبك السي زكريا بطرس، يعني ماشي كتاب، هادو راه كتب. شمن ها يوحنا، ها مرقس، ها ماركيز، ها مارلبورو، ها كذلك. القصه ديال سيدنا لوط مع بناته، اجيو تسمعوا اش يقولوا فيها. هلما نسقي ابانا خمرا ونضجع معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقط اباهما خمرا في تلك الليله، ودخلت البكر وضجعت مع ابيها ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. شهد الخزعبلات وشهد الخرافات، وهضره جوج كتلصقوا في امنا عائشه مع سيدنا محمد صلى الله عليه الحبيب وسلم، وانتم لا تدرون شيئا. وكتبكم شوف شنو فيها، شوف شنو في كتبك السي زكريا بطرس. قال لك ثم كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر، وانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء، يعني ميلونجي شويه هكا شويه هكا، وتعقب لذة وطربا. كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. قال لك سيدي الأسرار السبعة، الأسرار الكنيسية السبعة، القيمس أنطونيوس فكري. قال لك الخبز والخمر، مادة السر هما الخبز والخمر. يعني كتب كلها كتتكلم غير على الخمر والعربدة. زيد، قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. شتي الكتب ديالك والرب ديالك شنو تيقول في هاد القضية؟ شكون هو السكيري وشكون هو المزطور وشكون هو العربيد؟ زيد، الخمر هو خمر الحب، والخمر هو رمز الفرح، فالعريس فرح بعروسه. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، أطيب من الخمر، وهي بالرغم من آلامها فهي فرحة به. حبك أطيب من الخمر، واللبن هو لبن إيمان العروس. زيد، قال لك تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبيت في القرى، لنبكرن إلى الكروم، يعني نوضو بالصبح بكري للعنب، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. يعني هذه الكتب لا علاقة لها بالعقيدة والدين، وإنما كتب غرام وحب. يعني كيف شفنا قصائد وجلسات خمرية والهضرة دايرة غير على الطاسة والحب، الطاسة والحب، الطاسة والحب، كيف كنشوفوا. المهم هاد الشخص كيف كنشوفوا في، يعني مني كان في مصر عنده شكوى من مسيحية بالتحرش بالطفل ديالها، وهو تلمس الاعضاء التناسليه ديالو. وهذا الشخص المهم اش غادي نقول لكم اخوتي، يستاهل اكثر من هاد الرد. واللي حاربكم من هاد الناس في نبيكم ولا في دينكم، ما تردوا عليه لا بسنه ولا بايه ولا بقران،
رد عليه من كتابه اللي سميوا ربهم خروف ومدلول وهذا الرب اللي ما حماش راسو عادي يحميك نتايا. يعني القصة طويلة ما نطولش عليكم، نطلب من الله يكون عجبكم هذا الموضوع. إذا ما كنتش مشترك في هذه القناة دعمنا باشتراكك، خليو لنا شي لايك إلا عجبكم الفيديو، ما عجبكمش الفيديو خليو ديسلايك، وفضلا وليس أمرا خليو لنا شي تعليق نتحاوروا معكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم حتى القصة والموضوع الجاي.